السلام عليكم مرحبا بكم معايا في قناتي الاعمال اليدويه سيما آه هذا النهار وكما كما دائما في الفيديوهات السابقه آه خاص بالاعمال اليدويه لشهر الكريم شهر رمضان هذا آه النهار بغيت ندير هلال رمضان بطريقه سهله جدا وبمواد بسيطه وما كياخذش كي نهائيا من الوقت فقط غنحتاجو الكرتونه تبصيل باش غنقادو الشكل ديال الهلال وهذا الشكل هذا اللي تنزوقو به في اعياد الميلاد يعني كي سهل جدا الهلال الـ الـ الاساسي منه اه هو اننا ناخذ تبصيل اه كان كن نرسم النص ديالو بهذا الشكل اللي تتشوفوا وكنهبطو للخر ديالو تنديرو النصف الثاني كي تلاحظوا بسيط جدا ما تاخذش الوقت وسهل فقط غيبقى لنا دابا نقطعوه ها هو شكل الهلال هذا صغير انا مقطعها من قبل مصايبه كبر منه البلاصه فين بغيت نحطها محتاجه هلال كبر منه آه ان شاء الله غندوزو دابا الطريقه ديال التزيين كي قلت طريقه سهله مواد بسيطه انا حطيت لكم الفكره اللي اللي صايبت ممكن اي وحده فيكم تصايبوا بالطريقه اللي بغاتو وتزينوا بالطريقه اللي كتشوفها انسب اللي غندير غندير واحد الحفيره بهذا بهدل... القاطع هذا علاش باش ندير فيها السبيب نسيت ما هضرت لكمش على السبيب اللي يصيدوا به السمك هو اللي غنديرو لان بغيت نعلقها في وسط البلاصه اللي عندي دايراها مكان للصالات وما بغيتش السبيب يجيني باين ما بغيتش الخيط اللي غندير يجي يعني السبيب هو ال... هو الاحسن في فاد... هذه الحاله هذه كنديرو كندوبلو على جوج أو غنديرو شوية طويل حيت بغيتو شوية يجيني نازل وصافي صافي أو غنلصقو بشوية ديال المسدس الشمع من الجناب باش يتشد لي وعاد من بعد غن نكمل الزين ديال الهلال آه الأساسي عندي أنا في قناتي هو أنني كنمشي للاشياء الاشياء السهله جدا هي الهدف من العمل اليدوي ككل هو اننا نروح على نفوسنا خصوصا في هذه الظروف وفي ضغوطات الحياه يعني العمل اليدوي سبحان الله كيخليك كيعطيك واحد الراحه من بعد فاش تصايبي والاجمل هو انك تخدم اشياء اللي هي بسيطه جدا وسهله وفي نفس الوقت كتعطيك لمسه زوينه لدارك نكملوا دابا الوقيته ديال التزيين غندير هاد هذا اللي تن... كتعرفوه كاملين طبيعه الحال اللي كنزينو به في اعياد الميلاد انا اخترت هاد اللون الفضي ممكن تختاروا الذهبي المهم على حسب المتوفر هو يا ذهبي يا فضي وهما اللي كيجيو زوينين للهلال الوان اخرى ما تظنش يجيو زوينين زوينين هما الذهبي والفضي فقط كندير شويه ديال لاكول من الفوق لكل شوت كل شوت هذه ديال البيستولي و تنبقى ندور بهذه الطريقه هذه حتى كنكملها كما شفتوا بسيطه جدا كيبقى لي الخيط اللي غنعلق فيه واحنا حنا عملنا اليدوي ديال هذا النهار ساليناه باسرع وقت والنتيجة النتيجه غتشوفوها غزاله ما تصوروش الفرحه ديال وليداتي فاش شافوها فرحتهم بزاف وجاتهم كانه هلال نازل وصراحه فكره زوينه خاصه درتها في البلاصه ديال مكان للصلاه يعني كتشجعهم اكثر انهم يجلسوا ويصلي ويقراوا القران معنا الله يقبل منا ومنكم جميعا ان شاء الله كما شفتوا وصلنا للنهايه ان شاء الله هذا الفيديو مازال ان شاء الله تشوفوا النتيجه من بعد بقاو حتى كنشكركم على التشجيع ومازال طمعه اكثر ما تنساوش الضغط على الزر وباش يوصلكم كل جديد بإذن الله وإلى عمل يدوي قادم إن شاء الله